الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله في باب حسن الخلق، قال عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً، فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد، أولها مشروعية أو سنية الإهداء. فهنا الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً، والهدية لا شك أنها من محاسن هذا الدين، قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: تهادوا تحابوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويعطي عليها، وكان يهدي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى النبي حماراً وحشياً. لماذا أهدى هذا الحمار الوحشي؟ أهداه من أجل أن يأكله، فدل هذا الحديث على جواز أكل الحمار الوحشي. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الحمار الوحشي، وأكل الصحابة رضي الله عنهم. والمراد بالحمار الوحشي هو الحمار البري، وأما الحمر الأهلية التي تستخدم في المزارع ونحوها فإنه كان في أول الأمر يجوز أكلها، في أول الأمر كان يجوز أكلها، وأكل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الحمر الأهلية، فجاء النهي عن أكلها، فتحولت من طيبة يجوز أكلها إلى خبيثة يحرم أكلها. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وبقي الحكم في الحمار الوحشي، فالحمار الوحشي يجوز أكله، وهو الحمار البري الذي يصاد. الحمار الوحشي هو الذي يصاد، يعني متوحش يهرب منك، ما يقرب منك مثل الحمار الأهلي، ولذلك يصاد مثل الصيد. الصيد الآن يقرب منك ولا تذهب وتصيده؟ تذهب وتتعب من أجل أن تصيد هذا الصيد. فكذلك هذا الحمار الوحشي ليس من الحمر الأهلية التي تستأنس وتقرب منك، لا، وإنما يصاد ويطارد حتى يمسك ويكون عائشا في البر، ليس في البيوت والمزارع ونحوها. وبعض الناس يفهم أن الحمار الوحشي هذا المخطط، هذا المخطط يسمى الحمار الأفريقي، وهو في الغالب يكون وحشيا، أي متوحشا يعيش في البر. فإن كان متوحشا يعيش في البر جاز صيده وجاز أكله. فهنا الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً من أجل أن يأكله صلى الله عليه وسلم، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هنا الفائدة الثالثة، أن الهدية يجوز ردها. الأصل في الهدية أنها تقبل، ولذلك مر علينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. كراع الكراعين، وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية من أجل حكم شرعي سيتبين لنا بعد قليل. فهنا يجوز رد الهدية إذا كان هناك مسوغ شرعي أو كانت هناك مصلحة ونحو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذه الهدية، فلما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الهدية تغير وجه الصعب بن جثامة. يعني أنا أهدي الرسول والرسول يرد هذه الهدية مني، فظن أن هذا بسبب تقصير منه أو بسبب فعل فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ظهر حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى ما في وجهي علل له النبي لماذا رد، حتى لا يبقى في نفس الصعب بن جثامة شيء من رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته. قال: إنا لم نرده عليك، لم نرده عليك إلا لأن حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما في حجة الوداع،
هذا الحديث كان في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه، والمحرم يحرم عليه الصيد، يحرم عليه صيد البر، وهذا الصيد الحمار وحتي صيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الصاع بن جثامة إلا لسبب شرعي، وهو أنه كان محرما صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بين وعلل حتى لا يبقى شيء في نفس الصاع بن جثامة، وهذا هو الواجب على الإنسان، أن لا يدع للريبة وللشك في قلب أخيه المسلم، فإن كان رده لأمر شرعي أو لمصلحة يراها فليبين له. فمثلا لو دعاك أحد إلى وليمة أو أعطاك هدية وأنت لم تقبل لا هذه الدعوة ولا هذه الهدية، فطيب نفسه بالكلام الحسن، وطيب نفسه بالتعليل المناسب حتى لا يبقى في نفسه شيء عليك، أو لا يبقى في نفسه شيء يعني يظن أنه قصر في فعل أو فعل شيئا منعك من قبول دعوته أو قبول هديته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا كان خلقه القرآن، وقد أمره ربه سبحانه وتعالى بأن يقول القول الكريم والقول اللطيف، فإن سأله سائل أعطاه، وإن لم يكن عنده رد عليه ردا كريما، وإن أهدي إليه قبل، وإذا لم يقبل بين السبب، وكل هذا من محاسن الأخلاق التي ينبغي المسلم أن يتحلى بها. وما يستفاد من هذا الحديث هنا، الصاع بن جثامة رضي الله عنه عندما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ورده بسبب أنه كان محرما، هل معنى هذا أن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقا حتى وإن لم يصد هو هذا الصيد؟ لأن الصاع بن جثامة هو الذي صاد، ولم يصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وإنما الذي صاد الصاع بن جثامة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ورد هذه الهدية. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ولكن أحسن الأقوال فيها أن المحرم لا يجوز له أن يأكل من الصيد إذا صاده هو بنفسه أو صيد من أجله، إذا صاده هو أو صيد من أجله. وقد جاء نصا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض أهل العلم ضعفه، وإلا لكان فاصلا في هذه المسألة. والحديث فيما معناه أن المحرم لا يأكل لا يجوز له أن يأكل الصيد إلا إذا صيد له أو هو صاده، ولكن هذا الحديث بهذا النص فيه ضعف كما ذكر أهل العلم، ولكن يجمع بين الحديث الواردة. فعندنا حديث الصاع بن جثامة في حجة الوداع، وأيضا حديث أبي قتادة في صلح في 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 غزوة الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة محرما، وكان معهم أبو قتادة ولم يكن محرما إذ ذاك رضي الله عنه، وكان عداء سبوقا، وكان مع الصحابة لكنه لم يحرم. فلما رأى حمارا وحشيا قام وصاده وأتى به إلى الصحابة رضي الله عنهم، فلم يأكلوا لأنهم كانوا محرمين. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يأكلوا منه، وأكل منه صلى الله عليه وسلم. فذاك حمار وحشي صاده أبو قتادة رضي الله عنه وكانوا محرمين وأكلوا، وهنا حديث الصاع بن جثامة رده النبي وقال إن حرم. فبعض أهل العلم ذهب في هذه المسألة قالوا حديث الصاع بن جثامة لأنه كان في حجة الوداع ينسخ حديث أبي قتادة، فلا يجوز المحرم أن يأكل من الصيد مطلقا. وبعض العلم سلك مسلك الترجيح، سلك الجمع، وهذا هو الصواب، أن يجمع بين الحديث مهما أمكن، وهنا يمكن الجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث. فحديث أبي قتادة رضي الله عنه لم يكن محرما، ولم يصد من أجل الصحابة المحرمين والرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان محرما، وإنما هو صاده من أجل نفسه، صاده من أجل نفسه، ثم بعد ذلك أطعم غيره، فهو لم يصد من أجل المحرمين والمحرم لم يصد، فجاز الأكل من هذا الصيد. بينما حديث الصاع بن جثامة إنما صاد هذا الصيد من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يكرمه عندما أتى إلى مكة. وهذا هو الجمع الحسن بين هذين الحديثين، أن المحرم
لا يجوز له أن يأكل من الصيد إذا كان هو الذي صاده أو صاده غيره أو صاده غيره من أجله. أما إذا صاده الغير من غير إرادة المحرم فإنه يجوز له أن يأكل منه، جامعا بين هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث معنا قالوا عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك بصدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وهذا الحديث مر علينا في أبواب سابقة، ولكن الشاهد لهذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم جعل البر كله في حسن الخلق، وهذا دليل على عظيم أمر حسن الخلق. فحسن الخلق من أعظم الأعمال وأجل القربات، فهو البر كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلقنا حسن الخلق فإنه يدخل حسن الخلق مع الله عز وجل ومع خلقه. وحسن الخلق مع الله عز وجل أن تفعل الأوامر وأن تجتنب النواهي، وأن تجعل الله عز وجل أحق من يستحيى منه سبحانه وتعالى. وحسن الخلق مع الناس كما جمع أهل العلم حسن الخلق في بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، ويدخل في ذلك كل خلق حسن. فعلى المسلم أن يعتني بحسن الخلق ومحاسن الآداب التي حث عليها الإسلام حتى يفوز بهذه الأجور العظيمة. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.